دمار قلبها رأسا على عقب. هكذا تحول قلب المدينة القديمة بمراكش، أكوام من الركام في كل مكان، أضرار جسيمة حلت بالمدينة السياحية، معالمها التاريخية من مبان ومساجد لم تنج من شدة الهزة. أسوار المدينة العتيقة سقط بعضها في وجه الزلزال، سكانها ينام العشرات منهم في الطرقات بسبب انهيار بيوتهم، فيما ارتفع الخطام لأمتار عدة في الأزقة ما صعب المرور فيها. المدينة القديمة لمراكش تعتبر من أهم الأماكن السياحية والتاريخية في المغرب، وقد سجلت في عام 1985 ضمن قائمة التراث العالمي التي أقرتها منظمة اليونسكو، في حين تستقبل المدينة ملايين السياح كل عام.